استعدوا لاول واكبر بطوله رسميه لفري فاير جايه مصر قريب بجوائز مجموعه نص مليون جنيه. النظام بتاع البطوله متقسم لثلاث مراحل، المرحله الاولى تصفيات الاونلاين، والمرحله الثانيه تصفيات المناطق، واللي هيكسب هيوصل النهائيات في المرحله الثالثه والاخيره. لو عايز تشارك في البطوله الاول محتاج انك تسجل اونلاين وبعدها تبدا المرحله الاولى من التصفيات. تقدر تختار من اكتر من 10 مواعيد التصفيات الاونلاين، وما تقلقش خالص لو ما عرفتش تعدي اول مباراه. احنا مش حاطين عدد معين للمحاولات في مرحله التصفيات. خد بالك وانت بتختار انك تختار التصفيات بتاعه مدينتك، لو انت في القاهره اختار تصفيات القاهره، ولو انت في اسكندريه اختار تصفيات اسكندريه، ولو انت ساكن في مدينه ثانيه اختار تصفيات اخرى. بعد ما تخلص المرحله الاولى من التصفيات هتروح للمرحله الثانيه تصفيات المدن، ودي هتحصل اوفلاين. متحمس مش كده؟ ولو تأهلت ما تنساش تعزم اكبر عدد من اصحابك عشان يشجعوك في التصفيات اللي هتحصل في القاهره والاسكندريه. افضل 50 لاعب من المتأهلين هيتنافسوا في المرحله الثالثه على لقب ملك مصر، فخر مصر، احرف لاعب فري فاير في مصر.